أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. استقر سعر الذهب في مصر بالمستهل لتعاملات اليوم السبت عفوا ليسجل جرام الذهب عيار 21، هو الأكثر مبيعا في مصر، 3395 جنيه للجرام بدون مصنعي. طبعا بيأتي ذلك بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الذهب العالمي، ويشهد سعر الذهب العالمي تذبذب خلال تداولات الأسبوع الماضي ليغلق في النهاية على انخفاض، حيث تراجع الذهب خلال تداولات يوم أمس عقب صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي والذي قلل من توقعات خفض الفائدة لتنعكس على تداولات الذهب بالسلب. لمزيد من التفاصيل بينضم إلينا زميل إسلام سعيد، نائب رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع. أهلا بك يا إسلام معنا على تلفزيون اليوم السابع. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بيك. أهلا بك، يعني في البداية كده حابين نعرف هل أسعار الذهب بتشهد مزيد من الانخفاض يعني خلال الفترة القادمة، ولا وضع الذهب إيه بالظبط؟ بص، علشان نفهم موضوع مستقبل اسعار الذهب لازم نبص على التطورات اللي احنا بنترقبها هذا الشهر في البورصه العالميه اولا، ثم في السوق المحلي ثانيا. لو بصينا على البورصه العالميه احنا عندنا حدث مهم جدا يوم 18 الشهر ده، وهو اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي الامريكي، اللي بناء عليه بنفهم مستقبل الاسعار فيما يتعلق ببورصه الذهب عالميا وعقود الذهب وما الى ذلك. لو بصينا على التوقعات الحاليه انه رايحين ناحيه خفض ل معدل الفائدة لدى الفيدرال الأمريكي تقريبا 25 نقطة أساس، وده بيبقى إشارات للسوق على إنه الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الارتفاع للذهب، لأنه زي ما المواطن عارف والناس بتتابع وبتشوف إنه في علاقة عكسية دائما ما بين تجارة الفايدة وتجارة الذهب، كلما حدث تراجع في الفائدة كلما حدث ارتفاع في أسعار الذهب. فاللي احنا داخلين عليه يوم 18 اللي جاي في توقعات المحللين وفي توقعات الأسواق بنوك الاستثمار، كل المتعاملين في سوق الذهب رايحين ناحيه انه عندنا خفض قريب للفائده 25 نقطه اساس زي ما قلت لحضرتك، وبناء عليه السعر عالميا يتجه ناحيه الصعود لو بصينا على مدى هذا ده الشهر. يوم 18 سبتمبر يعني. صحيح يا فندم، يوم 18 سبتمبر، وبناء عليه السوق المصري بيتحرك مع السوق العالمي. فلو قلنا اتجاه عالمي ناحيه الارتفاع بالتاكيد اتجاه محلي اللي هو السوق المصري ناحيه الارتفاع، ولكن وحط تحت لكن اكتر من خط، احنا عندنا لو حصل بعض التراجع في الدولار في السوق المصري هنلاقي السعر بيتراجع حتى لو حصل ارتفاع في البورصه العالميه، لانه معامل الدولار في مصر معامل رئيسي في احتساب حركه الذهب. يعني بكل بساطه انا لو حتى الذهب العالمي ارتفع والذهب المحلي هنا ممكن ما يرتفعش نتيجه انه الدولار يحصل فيه تراجعات زي ما شفنا الاسبوعين اللي فاتوا، سعر الدولار في مصر بدأ يتراجع من 49.5 لحد 48 38، وبناء عليه الاسعار عندنا في مصر تراجعت بشكل كبير جدا من مستويات 3490 3500، نزلت مره ثانيه لمستويات 3370 طيب جنيه. إسلام، يعني اكثر توقعاتك الفترة القادمة هل الذهب ممكن يزيد ولا يستقر؟ هنشوف جرام مثلا بنتكلم في زيادة ولا 20 50 جنيه، ولا ممكن يزيد أكتر من كده؟ يعني حابين نعرف ده أكتر. طيب لو اتكلمنا على توقعات مستقبليه فيما يتعلق، احنا عندنا مدى قريب، مدى متوسط، ومدى بعيد. على المدى المتوسط والبعيد اسعار الذهب رايحه ناحيه الارتفاع ولا جدال على ذلك، نتيجه انه البورصه العالميه رايحه ناحيه الارتفاع. لكن لو بصينا على المدى القريب بقى اللي هو احنا بنتكلم في هذا الشهر او من هنا لحد الاسبوع الاول من شهر اكتوبر، ربما هيشهد السعر في مصر، الناس دايما بتهتم بالسوق المصري، تذبذب. يعني ايه تذبذب؟ صعودا وهبوطا في حاجه اسمها قناه سعريه واحده. قناه سعريه وليكن هيبقى الحد الادنى بتاعها 3370 والحد الاقصى بتاعها 3470، يعني 100 جنيه طالع نازل على مدار هذا الشهر، وده مرتبط الى حد ما بحاجتين. الحاجه الاولى زي ما قلت لحضرتك من شويه البورصه العالميه، والحاجه الثانيه سعر الدولار في مصر. لو انا الدولار عندي في مصر يتراجع هنلاقي الذهب يتراجع حتى لو حصل ارتفاع عالمي، ولكن لازم نحط برضو انه احنا في اعتبارنا الدولار ده بورصة، يعني وفي عمليات تداول وفي خروج هوت ماني ودخول هوت ماني والاسعار دايما متقلبة. لو حصل عندي انه الدولار بدأ يكمل مسيرته بالهبوط واستهدف مستويات 47 جنيه زي ما التوقعات بتقول، فانا عندي ذهب في مصر يتراجع. ولكن لو حصل العكس والدولار شد حيله ناحية الارتفاع مرة تاني بعد انتهاء موجة التصحيح اللي بيقوم بيها، فبالتأكيد هيحصل العكس في سوق طيب الذهب. إسلام، كتير من اللي بيشوفونا دلوقتي بيسألوا سؤال واحد، هل الوقت اللي احنا فيه مناسب إننا نشتري ذهب ولا نستنى شوية، نستنى كام يوم؟ الأفضل إيه في القصة دي؟ ولو حد عايز يبيع برضه؟
الأفضل إيه؟ طيب فيما يتعلق بالشراء، الشراء بيرتبط بحاجتين. الحاجة الأولى معدل بقاء الذهب في حوزة صاحبه، وده أساس بالنسبة لي فيما يتعلق بأن أنا أدي فتوى أشتري ولا ما أشتريش. لو حضرتك ناوي تشتري النهاردة وتبيع الشهر اللي جاي، أقول لك لا دي فيها مخاطرة وقد نتعرض لخسائر كبيرة. طب لو ناوي حضرتك تشتري الذهب دلوقتي ورايح تبيع بعد سنة، أو هتحتفظ بيه لمدة تتجاوز السنة، فالسعر الحالي طبعا هيبقى ملائم جدا 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 للشراء. بإذن الفتوى بالشراء من عدمه ارتبط بمدى احتفاظي الذهب. لو انا هحتفظ لمده زمنيه طويله، السعر الحالي جيد للشراء لسبب، وهو انه دولار البنك ودولار الصاغه لما بنقارن ما بينهم هنلاقي انه دولار البنك سعره يعني حاليا اقل، اسف، اكتر من دولار الصاغه. يعني دولار الصاغه فيه بعض التراجعات، فبناء عليه السعر الحالي للذهب بيكون ملائم للشراء لمده زمنيه طويله. لا الطب هل الاول الأفضل في شراء الذهب إن أنا أشتري سبائك ولا جنيهات ذهب، ولا أشتري يعني أي حاجة من الذهب بقى، سواء بقى غويشة، خاتم، أي ده سؤال عظيم جدا جدا جدا، ومرتبط ايضا بالمبلغ المالي المتواجد مع كل مستهلك. بكل بساطه لو انا عندي مبلغ مالي كبير وعايز احتفظ بالفلوس كتله على بعضيها، في ناس بيبقى معاها فلوس كتير جدا وعايز احتفظ بيها كتله على بعضيها بدون ما يقسمها، فهنا بننصحه بشراء سبائك. وهنا السبائك اوزان من 1 جرام لحد 1 كيلو، في بعض الناس بيبقى معاه اللي هو بيبقى معاه 10,000 12,000 حاجات زي كده. بعض الناس بتبقى عاملة جمعية وعايزة تجمدها 20,000 30,000 حاجات زي كده، يبقى الأفضل ليه بيشتري عملات ذهب اللي هو الجنيه ذهب، نص جنيه ذهب، ربع جنيه ذهب، ولو معاه فلوس أكتر من كده بيشتري ال5 جنيه ذهب. عندنا شق آخر بقى، وهو الستات. ستات البيوت في مصر عندنا بيعملوا تحويشات كده من حين إلى آخر ويفكروا يروحوا يشتروا. يعني ظهرت موضة في السوق المصري إنه إحنا الوقت كله بقى يشتري عملات ذهب وسبائك ذهب، لكن تظل السيدة المصرية تتفرد بأن هي تروح تشتري الغويشة بتاعتها، ولكن بتدور على حاجة ذات مصنعية أقل، يبقى احتفظت بالذهب بتاعها أو الفلوس بتاعتها في حاجة هي بتتزين بيها، يبقى عندها زينة وخزينة. فطبعا كل نقطة أو كل مستهلك ليه آلية في التعامل مع سوق. لكن احنا بنؤكد انه في حالة من الاستقرار في سوق الذهب دلوقتي يعني، ولحد شهر او شهرين قدام اللي حابب يشتري، على حسب برضه احتياجاته، على حسب هو هيشتري يستثمر لمدة زمنية قد ايه. ده رأيك وده كلامك، تمام كده؟ دي حقيقة، دي حقيقة، دي حقيقة فعلا فعلا زي ما حضرتك قلت تماما كده. طيب زميل إسلام سعيد، نائب رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع، بشكرك طبعا على كل هذه المعلومات الهامة، وشكرا على وجودك معنا على تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا. شكرا. ومستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لحضرتك.